أنا شغال في خارج مصر في المملكة العربية السعودية. نعم. واكتشفت إن الشركة اللي بعمل فيها بتعمل في منتجات يعني بيكتبوا عليها إنها صيني وهي بيكتبوا عليها إنها ألماني مثلا وهي صيني. وبيبيعوا المنتج على كده. وفي بعض الناس بتسألني طبعا إن هي صيني ولا ألماني، فبقول لهم الحقيقة أحيانا بكذب أحيانا. لا تكذب حرام. تكذب حرام، ما فيش فيها نقاش. كنت تقول الحقيقة هذه صيني لا بأس. تمام. فهمت الكلام؟ وليتك تبحث عن عمل في شركة أخرى. هل الأجر اللي بتقضاه حلال في هذه الحالة ولا حرام؟ أنت اللي بتطبع الطبعة ولا إيه؟ نعم. أنت الذي تطبع الطبعة التي لا فيها لا. الغش؟ لا لا لا. أنت مسوق ولا إيه طيب؟ عملك؟ لا لا انا بعمل في اللوجيستيك، يعني في اللي هو في المستودعات واللوجيستيك وكده. على العموم حاول ان تبحث عن شركه اخرى قدر استطاعتك، وقدم نصيحه للعاملين لاصحاب الشركه. قدمت والله كتير يا شيخنا، بس هو للاسف يعني محدش اجتهد في البحث عن عمل اخر. شكرا.